العاب وأراجيح كانت ملكا للأطفال، نزلت عليها قذائف الهاون، فخلت المدينة من كل السكان، وبقيت الألعاب دون أطفال أو من يلعب فيها. هذه حديقة الجلاء في مدينة دوما، حيث بقيت فارغة هنا كان يلهو أطفالنا الأعزاء. لم تسلم الحديقة من قذائف الهاون وصواريخ النظام، وهذه هي آثار الشظايا. كما هي حال مدينة دوما، حيث هي فارغة تماما. لم يبقى فيها أحد. هذا آثار القصف الذي استهدف حتى مدينة الألعاب. هذه أحواض الأسماك التي دخلت فيها رصاصات النظام الغاشم. حيث استهدفت قذائف الهاون كل مكان في المدينة، ولم ترحم بشرا أو شجر. ليش وقفت الحصيزي؟ شوف الدب هو يا